بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الطلاب والطالبات الأعزاء، نبدأ معكم إن شاء الله في هذا الفصل المحاضرة الأولى في مادة علم الغدد الصماء. علم الغدد الصماء هو أحد العلوم المهمة في علوم المختبرات الطبية وفي مجال عمل المختبرات الطبية، كما تحدثنا في المحاضرة والمقدمة السابقة في لقائنا. اليوم نتحدث في المحاضرة الأولى Introduction to Endocrinology. طبعا جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي جهازان هامان بيقومن بتنظيم وتنسيق كافة الوظائف الحيوية في داخل الجسم، وجهاز الغدد الصماء بيلعب يعني دور مهم من خلال الهرمونات التي يفرزها، وهذا الدور فاعل وهام في المحافظة على التوازن البيولوجي والحيوي من خلال العمليات الفسيولوجية اللي بيقوم فيها، سواء في الوضع الطبيعي أو عندما بتعرض الإنسان لمؤثرات بيئية غير طبيعية داخل الجسم أو خارجه. فمثلا المحافظة على تركيز أو تنظيم عملية الجلوكوز في الدم، هذا لا يأتي إلا بفعل اللي هو جهاز الغدد الصماء من خلال إفراز البنكرياس لهرمون الإنسولين اللي بيعمل على تخفيضه، أو الجلوكاجون ليعمل على زيادته. مثال آخر برضو، كمية الماء وتنظيمها في الجسم والمحافظة على الضغط الأسموزي برضو بيحتاج إلى هرمونات زي الأنتيديوريتك هرمون، هرمون المضاد لإدرار البول، والألدوستيرون وهكذا. برضو تعرض الإنسان للإجهاد أو لحالات الاسترس في الظروف غير الاعتيادية بتطلب برضو إلى تدخل يعني سريع لهرمونات الطوارئ زي الإبنفرين والكورتيزول، وأمثلة كثيرة طبعا على اللي هو دور هذا الجهاز في تنظيم التوازن الداخلي للجسم. طبعا مع أهمية هذا الدور، زي ما قلنا يعني دور جهاز الغدد الصماء يعني لا يتم تجاهل دور اللي هو الجهاز العصبي المركزي في العمليات، في هذه العمليات. زي ما احنا شايفين ان الاندوكراين سيستم ميد اب اوف جلاند ذات برودوس اند سيكريت هرمون. طبعا جهاز الاندوكراين بيتكون من غدد، هذه الغدد تقوم بانتاج وافراز الهرمونات. هذه الهرمونات او هذا الهرمون، ما هو هذا الهرمون؟ هي عباره عن كيميكال سبستانس، يعني عباره عن مواد او كيميائيه بتفرز من وين؟ من غدد صماء في داخل الجسم، وتفرز بكميات قليلة جدا، وبتم نقلها بواسطة الدم إلى الأورجان أو إلى السل، إلى العضو أو الخلايا اللي هي مستهدفة عشان يأثر على وظيفتها ونشاطها. طبعا الغدد تنتج وتفرز الهرمونات والمواد الكيميائية اللي بتتكون في الجسم، وتقوم بعملية اللي هي regulation للactivity of cell or organ، تنظيم نشاط الخلايا أو الأجهزة في الجسم. These hormones regulate the body growth metabolism. طبعا الهرمونات هذه زي ما قلنا إلها وظائف وإلها أهمية في عملية اللي هو تنظيم عمليات الميتابوليزم، اللي هو البناء والهدم كلها في الجسم بالكامل يتحكم فيها جهاز الغدد الصماء، إن كانت physical أو chemical process of the body. وبرضو له دور في عملية السكشوال ديفلوبمنت اللي هو التكاثر والنمو والتطور والتناسل. زي ما حكيت قبل قليل، هذا الاندوكراين نتورك اوف اورجانز داز نوت ورك ان ايزوليشن، بيشتغلش بمعزل لحاله، لكن هو بيشتغل بالتعاون مع اللي هو أجهزة أخرى، وذكرنا مثال اللي هو سنترال نيرفس سيستم من أهم الأجهزة اللي له دور في التعامل معها. الهرمون هذه اللي بيتم إفرازها من جهاز الغدد الصماء، الريليز بصير في وين؟ في البلد ستريم، في خلال اللي هو
مجرى الدم، وبتصير مع مجرى الدم لحد ما تصل إلى العضو أو الخلية المستهدفة. راح نعرف مستقبلا كيف بتتم إفراز هذه الهرمونات وإطلاق الإشارة، وكيف بيعرف ويتم التعرف على الخلية المستهدفة، وبيأثر طبعا على هذه الخلية أو على العضو ككل حسب حاجة الجسم. وفي جميع أنحاء اللي هو الجسم بتصير هذه الهرمونات عبر الدم. هذه الهرمونات زي ما حكينا هي عبارة عن كيميكال ماسنجر، عبارة عن يعني رسائل كيميائية، وبتنشأ من اللي هو طبيعة الجسم وحاجة الجسم. وهذه الكيميكال ماسنجر بتنقل المعلومات من مجموعة واحدة من الخلايا إلى أخرى في الجسم لعملية الكوردينيت للفانكشن اوف ديفرنت بارت اوف ذا بادي، بتنسق وظائف أجزاء مختلفة من الجسم. بدنا بس نتعرف على اللي هو الكوميونيكيشن اوف سيل، على آليات التواصل الخلوي قبل ما نعرف آليات التواصل من خلال جهاز الاندوكراين سيستم. الجسم كجسم وكخلايا ايش هي آليات التواصل اللي بتصير فيه؟ في عندنا يعني مجموعة منها، هنا على سبيل المثال ذاكرين أربعة، اللي هو أول حاجة الكونتاكت ديبندنت، اللي هو من خلية إلى خلية متصلات في بعض، تنتقل الإشارة منها إلى أخرى، فهذه عملية التواصل، يعني خلية مجاورة لخلية أو من خلية إلى خلية. النوع الثاني البارا إكراين، يعني من خلية إلى خلايا مجاورة إلها، تطلع الإشارة وهناك في مستقبلات إلها وبتم استقبال هذه الرسائل. في برضو بيتم استقبال الرسائل عبر السنترال نيرفس سيستم، الجهاز العصبي المركزي. في النوع الرابع التواصل أو الاتصال اللي هو عبر الاندوكراين سيستم، زي ما احنا شايفين الاندوكراين سيل بتفرز اللي هو الهرمون، والهرمون بروح في البلد ستريم وبيتحرك إلى أن يصل إلى الأورجان المستهدف أو إلى السل المستهدف، إلى التارجت سيل أو تارجت أورجان. هذه أنواع التواصل الخلوي الموجودة. طبعا وظائف الاندوكراين جلاند يعني تقسم وظائفها أو إلها مجموعة من الوظائف، لكن إحنا إذا جينا نتكلم عن الاندوكراين فانكشن له دور كبير في عملية اللي هو تنسيق وتنظيم النشاط الخلوي داخل الجسم كله من خلايا، وتنظيم وظائف الخلايا وأعضاء الجسم في جميع مراحل الحياة، والحفاظ على شغلة اسمها الهوموستاسيس اللي هو الثبات الذاتي للجسم. الهوموستاسيس أو المينتيننس اوف كونستانت انترنال انفايرمنت اللي هو الحفاظ على ثبات البيئة الداخلية واستمراريتها في الجسم. ويمكن ضربنا مثال في بداية ما تكلمنا، هذا أمر مهم لضمان وظيفة الجسم والخلايا فيه بشكل مناسب، زي ما حكينا عن موضوع السكر، لو ارتفع لو قل الجسم بيتحرك من خلال اللي هو إفراز هذه الهرمونات عشان تقوم بدورها في تنظيم هذه العملية. الماء، الكالسيوم في الجسم، وهكذا أي عناصر معينة في الجسم بيتم اللي هو تنظيمها، وأمثلة كثيرة طبعا راح نأخذها في وظائف اللي هو جهاز الاندوكراين سيستم. طبعا الكومبوننت اوف ذا اندوكراين سيستم، المكونات لو بدنا نيجي نقول جهاز الاندوكراين سيستم ايش مكوناته، بسيطة لو احنا بدنا نتحدث عنها فهي مكونات بسيطة جدا، على سبيل يعني ما ذكر أو ما هو موجود مذكور عندنا هنا لثلاث مكونات. أولا الاندوكراين جلاند، الغدد نفسها اللي بتفرز، راح نأخذ علقة كل واحدة من هذه الثلاثة بالتفصيل، الهرمونات اللي بتفرزها هذه الجلاند، والتارجت أورجان. إذا هذه هي عبارة عن المكونات اللي إحنا بدنا ندرس فيها في هذا الفصل، إيش الاندوكراين سيستم بيشتغل ومين وإيش بيفرز وين بيروح. نيجي للإندوكراين جلاند. الإندوكراين جلاند هي طبعاً الغدد الصماء اللي بتفرز هذه الهرمونات، لكن هذه الغدد زي ما احنا شايفين the classic
endocrine gland are ductless، يعني ليس لها قنوات. عشان هيك لما احنا بنقول ليش سميناها بإندوكراين جلاند، غدد صماء، صماء لأنها بتختلف عن باقي أعضاء الجسم أو أجهزة الجسم، إنه هي بتفرز إفرازات، لكن هذه الإفرازات ليس لها قنوات لتوصلها. طيب هذه عملية التوصيل هذا بيتم كيف؟ طبعا secrete their chemical product اللي هو الهرمون into the interstitial space from where they reach the circulation. طبعا هذه بتفرز هرموناتها من الخلية وبتطلع من الخلية في الفراغ اللي بين الخلايا الانترستيشيال سبيس، لقيت تنتقل عبره لما تصل لايش؟ للبلد ستريم، الى جدول او قنوات الدم اللي بتنقل الدم وبتسير مع الدم في مجرى الدم. واحنا بنعرف مجرى الدم بيصل الى كل خلايا الجسم، وبالتالي هي بتظل تسير فيه الى ان تصل الى الخلية المستهدفة، وهناك في مستقبل بيتعرف عليها وبترتبط في الخلية المستهدفة، رايحين ندرسه لاحقا. زي ما احنا شايفين unlike، على عكس أجهزة الجسم الأخرى زي ما حكينا، زي الكارديو فاسكولار والرينال والدايجستيف سيستم، الاندوكراين جلاند يعني متصلة، يعني غير متصلة مع بعضها، لا تشريحي ولا عبر قنوات. فالاندوكراين تعتبر زي سكاترد، يعني منتشرة أو مبعثرة في الجسم، لكنها تشريحيا غير مرتبطة مع بعضها البعض كإندوكراين سيستم، متفرقة في أنحاء الجسم زي ما احنا في الصورة شايفين عنا. هذه اللي هو الصورة بتوضح اللي هو الإندوكراين جلاند الموجودة. نبدأ من أعلى الجسم في منطقة في الرأس، رايحين ناخذ كل غدة من هذه الغدد وموقعها الأصلي. نبدأ بأعلاها الغدة المنظمة لكل اللي هو الغدد الهايبوثالاموس، ثم تأتي غدة البيتيوتري جلاند والبينيال جلاند، بعدين ننزل في الرقبة، موجود عندنا الثيرويد جلاند، وموجود برضو خلف الثيرويد اللي هي الباراثيرويد جلاند، بعدين بننزل على الكلى، موجود الأدرينال جلاند، ايضا البنكرياس زي ما تحدثنا، وعبارة عن غدة هرمونية راح نتكلم عنه لاحقا، بيشتغل as endo and exocrine. في الاسفل عندنا طبعا في الميل التستس، وفي الفميل الاوفري. خلينا نشوف برضو الان كل واحدة من هذه الغدد ايش اللي هو الدور، مرور ك لمحة سريعة. فبنيجي إلى الهايبوثالاموس، الهايبوثالاموس بيفرز اللي هو مجموعة من الهرمونات المحفزة أو المثبطة، يعني إذا بدي حفز إفراز هرمون الإشارة بتيجي للهايبوثالاموس، هو بيبعت الإشارة إلى باقي الغدد في الجسم عشان تنشط إفراز الهرمون المطلوب. ولما برضو بده يوقف في عنده هرمونات تثبط، رايحين ندرسها إن شاء الله. برضو بيفرز اللي هو كمان الانتيديوريتك هرمون والأوكسيتوسين من خلال اللي هو الهايبوثالاموس. البيتيوتري جلاند بتفرز، هذه البيتيوتري بتفرز عندنا مجموعة من الهرمونات، هذه المجموعة تسيطر وتنظم عمل كافة الغدد اللي موجودة في الجسم. طبعا بتفرز الأدرينوكورتيكوتروبين هرمون والثيروتروبين ستيميوليتنج هرمون واللوتينايزنج هرمون والاف اس اتش، وكذلك البرولاكتين والجروث هرمون. هذه طبعا المجموعه هي بتتجه الى غدد اخرى وبتنظم عمليه افراز اما هرمونات او العمل المباشر على هذه الغدد. ايضا بيتم طبعا زي ما احنا عارفين البيتيوتري منقسم الى انتيرير وبستيرير، الهرمونات الست اللي ذكرناها بتفرز من الانتيرير، اما البستيرير فبيفرز هرمونين مهمات اللي هو الأوكسيتوسين والأوكسيتوسين طبعا والأنتيبيوتيك هرمون. الآن مش هتكلم عن الوظائف لأنه كفكرة عامة اليوم عن الجهاز الاندوكراين سيستم وإيش بيقوم. طبعا عندنا بعد هيك بيجي اللي هو الثيرويد جلاند. الثيرويد جلاند من الغدد المهمة جدا في الجسم لأنها إلها دور في عمليات تنظيم الميتابوليزم.
ما دامنا نتكلم عن ميتابوليزم معناته بدنا نتكلم عن بناء وهدم، معناته كل خلية من خلايا الجسم فيها أنابوليزم وكاتابوليزم. إذا مين يتحكم في تنظيم هذا الشيء اللي هو الثيرويد جلاند؟ إذا جهاز الغدد الصماء يتدخل في كل خلية من خلايا الجسم، ومن هنا نعرف أهمية اللي هو جهاز الغدد الصماء. طبعا البارا ثيرويد جلاند موجودة على الجهة الخلفية للثيرويد، وهي عبارة عن أربعة لها دور في عمليات تنظيم الكالسيوم. بنيجي بعد هيك إلى اللي هو الأدرينال جلاند، اللي هو الأدرينال جلاند على الكليتين موجودة الغدتين، وطبعا بتفرز مجموعة من الهرمونات الكورتيزول والألدوستيرون، وهذه بتنظم اللي هو عمليات العناصر زي الصوديوم والبوتاسيوم وغيره في الجسم، وأيضا بتفرز الهرمونات اللي إلها في ردة فعل اللي هو في حالات الخوف والشك وغيره زي الإبنفرين والنور إبنفرين وهكذا. بننزل تحت زي ما قلنا إلى طبعا بعد هيك بنيجي للبنكرياس، والبنكرياس زي ما احنا عارفين اللي هو من الغدد المنظمة للسكر، وهي بيفرز هرمون الانسولين والجلوكاجون. الاوفري في الفاميل في الستات لها دور في عملية المنستويشن وتنظيمها وافراز اللي هو الهرمونات زي البروجسترون والاستروجين. وفي الميل عندنا التستس، وبتفرز هرمون التستوستيرون اللي له برضه في عملية الميل ديفرنشيشن. نيجي إلى الهرمون. الهرمون كهرمون زي ما تحدثنا سابقا، الهرمون هو عبارة عن كيميكال برودكت، يعني تركيبه كيميائي كعناصر بتفرز very small amount، كمية بسيطة جدا تحسب يعني بالميكرونات، بيؤدي أو بيكون إلها دور أو استجابة فسيولوجية من الخلايا في الجسم إلى هذه الهرمونات. هذه الهرمونات بتم إفرازها كالتالي، إما من أندوكراين جلاند على سبيل المثال ضارب الإنسولين والكورتيزول، أو من البرين اللي هو من الهايبوثالاموس اللي هو بتفرز الكورتيكوتروبين ريليزينج هرمون وأوكسيتوسين وغيره، أو من أورجان أخرى زي الهارت والليفر وغيره. طبعا هذه الأماكن اللي تفرز منها. نيجي للجزئية الثالثة في المكونات اللي هو التارجت أورجان. التارجت أورجان هذا يعني العضو المستهدف اللي بدها تتجه إله هذه الهرمونات. هذا العضو بيحتوي على خلايا، هذه الخلايا أو سل موجود عليها مستقبلات، والمستقبلات هذه تتعرف على الهرمونات اللي هي بدها إياها. يعني ممكن يكون مجموعة من الهرمونات في الدم بتصير في نفس الوقت، لكن هذه الخلية ما تأخذش إلا الهرمون اللي هي بدها إياه بناء على الإشارة اللي أرسلت. رايحين نعرف في الميكانيزم اللي حندرسه في المحاضرات القادمة إن شاء الله. طبعا هذه الهرمونات أو هذا التارجت أورجان بيحدث أو بيتم اللي هو من خلال هذه المستقبلات الخاصة بيستجيب، وبتتحد هذه الهرمونات مع الريسبتور المخصص وتحدث الاستجابة البيولوجية اللي هي مطلوبة أو بدها تتم. الهرمون كهرمون طبعا الهرمون زي ما قلنا هو عبارة عن سيجنال مليكيول، يعني إشارات، وهذه الإشارة بيتم أو بتتواصل وبتم تأثيرها من خلال يعني بطرق. هذه الطرق إما الكيميكال ستراكتشر، يعني التركيب الكيميائي لها، هذا التركيب الكيميائي من خلاله بيتم التعرف على المستقبلات الخاصة في الخلايا اللي هي مستهدفة، أو من خلال الباترن اوف سكريشن نمط الافراز، او من خلال الكونسنتريشن اللي موجود التركيز الموجود بشكل عام في الجسم. هذا الكلام راح نتكلم عنه بالتفصيل في المحاضرات القادمه.
كيف الآليات وكيف سيرها وكيف الاستقبال والإشارات ونمط الإفراز، وكل هذا رايحين، والتركيز الموجود وكيف بقل التركيز وبزيد، كله رايحين نتكلم عنه إن شاء الله. في الشريحة اللي أمامنا يعني تحدثنا إحنا عن الغدد، الشريحة هذه بتبين لنا إيش الهرمونات اللي بتفرزها الغدد. ناخذ فكرة عامة، طبعا إحنا رايحين ندرسها، كل غدة من هذه الغدد ندرس هرموناتها بالكامل، وإيش الهرمونات وكيف بتشتغل ووظائفها وتأثيرها وزيادتها ونقصانها، كله رايحين إن شاء الله نمر عليه. الهايبوثالاموس بيفرز مجموعة من الهرمونات اللي هي الريليزنج هرمون، وتشمل الجروث هرمون، ريليزنج هرمون يعني الهرمون المحفز لإفراز هرمون النمو الجروث هرمون، والكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون، وثايروتروبين ريليزنج هرمون، وجونادوتروبين ريليزنج هرمون. هذه كلها الهرمونات اللي تحفز غدد أخرى لإفراز الهرمونات اللي موجودة فيها. بنلاقي الهرمون مرتبط اسمه في المحفز باسم الريليزنج هرمون، يعني إذا بدنا هرمون النمو جروث هرمون ريليزنج هرمون، إذا بدنا الغدة الدرقية بدنا التي اس اتش يتم افرازه ثايروتروبين ريليزنج هرمون، اذا مثال مثلا في التستس على الجونيد الجونيد ريليزنج هرمون. في بتفرز برضو العمليه العكسيه لذلك، يعني التحفيز بيجي للافراز منها والتثبيط منها، اذا والله الجسم اكتفى وخلص بدوش هرمونات بده الان ايش ما يثبط هذه العمليه. وفي مجموعه اخرى من الهرمونات زي السوماتوستاتين والدوبامين والفازوبريسين والاوكسيتوسين. البيتيوتري جلاند، البيتيوتري جلاند برضو بتفرز مجموعه من الهرمونات اللي هي محفزه للغدد الاخرى زي البرولاكتين والادرينو كورتيكوتروبين والاف اس اتش والال اتش والتي اس اتش، كل هرمون منها بيتجه الى غده بحفزها لافراز الهرمون المطلوب عشان يتجه الى العضو او الخلايا اللي هي بدها اياه. الثيرويد جلاند بتفرز ثلاث هرمونات التي 3 والتي 4 والكالسيتونين، وزي ما قلنا الثيرويد لها في عمليات الميتابوليزم. الباراثيرويد جلاند برضو عندنا الباراثيرويد هرمون ولها دور في عمليات تنظيم الكالسيوم وغيره. نيجي للادرينال جلاند بتفرز هرمونات الكورتيزول والالدوستيرون والاندروجين والابنفرين والنور ابنفرين. البنكرياس بيفرز الانسولين والجلوكاجون والسوماتوستاتين. الاوفري طبعا او الاوفريز تفرز الاستروجين والبروجسترون. التستس تفرز اللي هو تستوستيرون. هذه هي الهرمونات اللي بتفرز واللي رايحين نمر، يعني الغدد وهرموناتها التي تقوم بافرازها رايحين نمر عليها ان شاء الله بالتفصيل ان شاء الله. نيجي للفانكشن اوف هرمون، يعني لو بدنا نتكلم عن وظائف الهرمون، الهرمونات هذه بتأدي وظائف متعددة ومختلفة طبعا. من هذه الوظائف زي ما احنا شايفين الريبرودكشن والسكشوال ديفرانشيشن، طبعا هرمونات منظمة للنمو والتطور الجنسي، طبعا في للتكاثر والتناسل. رقم اثنين للجروث والديفلوبمنت، برضو في هرمونات منظمة لعملية النمو، نمو الجسم وتطور الجسم. في الديفنس في الجهاز المناعي وعملية المناعة لها دور في موضوع اللي هو التأثير على خط دفاعات الجسم. في المينتيننس للانترنال انفايرمنت، المحافظة أو الحفاظ على البيئة الداخلية زي ما قلنا الهوميستيسيس وتنظيم العمليات الداخلية، بيئة الجسم الداخلية. الريجوليشن اوف ميتابوليزم اللي هي يعني تنظيم كل عمليات الميتابوليزم زي ما قلنا ان كانت انابوليزم او كاتابوليزم، يعني كل خلايا الجسم وما يتم فيها. طبعا برضو لها ادوار في عمليات انتاج الطاقه، لها ادوار في موضوع اللي هي سلوك الانسان، واذا تعرض الى خوف الى صدمه الى غير، يعني في اكثر من هذه الوظائف موجوده للهرمونات. الآن بدنا نيجي هذه الوظائف كيف بيتم، يعني هذه الهرمونات كيف بتأثر على هذه الوظائف. عندنا طبعا زي ما احنا شايفين نوعين من العمليات، اللي هو انه ممكن يفرز هرمون واحد
بيأثر على مجموعة من الوظائف. يعني الهرمون الواحد الوظائف اللي احنا ذكرناها قد يؤثر على أكثر من وظيفة، وظيفة اثنتين ثلاثة أكثر. في نوع مجموعة من الهرمونات تفرز مجموعة مشان تنظم وظيفة واحدة. واضح الكلام؟ خلينا نشوف. Single هرمون may affect more than one of these function. يعني هرمون واحد ممكن يتحكم ويأثر على مجموعة وظائف، يعني أكثر من وظيفة. For example، قال لك الثيرويد هرمون essential in development، والهيموستاسيس والميتابوليزم. شايفين؟ يعني قاعد بيشتغل على نمو وعملية التوازن وعملية اللي هو التمثيل الغذائي. يعني على أكثر من وظيفة هرمون واحد، اللي هي هرمونات غدة الثيرويد التي 3 أو التي 4 بيأثر عليها. واضحة الصورة؟ هرمون بيأثر على مجموعة من الوظائف. طب حالة ثانية، لا العكس بصير، بيكون عندنا وظيفة واحدة ممكن التحكم فيها بمجموعة من الهرمونات. وضارب مثال هنا أن تنظيم عملية السكر في الدم، تنظيم عملية السكر في الدم بتحتاج إلى مجموعة من الهرمونات، تحتاج الأنسولين، وبتحتاج مضاد له الجلوكاجون، تحتاج الكورتيزول، تحتاج الجروث هرمون، هرمون النمو، تحتاج الأدرينالين أو الإبينفري. هيك بتكون الصورة أصبحت واضحة عندنا. عملية السينثسيز للهرمون، عملية إنتاج الهرمونات، رايحين نتكلم الآن كمختصر، ثم بعد ذلك الآلية لكل نوع من تصنيفات الهرمونات، راح نشوف كيف بتتم اللي هو الميكانيزم اوف سينثسيس. لكن الآن ناخذ الفكرة العامة. طبعا إنتاج الهرمونات، الهرمون سينثسيس، يحدث كريسبونس لسبيسيفيك بايوكيميكال سيجنالز. هذه السيجنال جاية من وين؟ من اللي هو الريجيلاتوري سيستم. يعني إنتاج الهرمونات بيحدث استجابة أو رد لإشارات خاصة ومحددة ناتجة عن مجموعة يعني من الأجهزة، فتبعت هذه الإشارات وبدها بتكون هذه الهرمونات تنتج عشان تنظم العمليات فيها. زي لما نقول عملية تنظيم السكر، الآن وجبة غذائية وصار في سكر في الجسم بده عملية امتصاص، بتروح الإشارات وبتم إنتاج هذه الهرمونات عشان تستجيب لهذه العملية. الحث للسينثسيز هذا قد يكون يعني له طرق متعددة. هنا ذاكرين عندنا ثلاث طرق للاستجابة للي هو السينثسيز. قد يكون اللي هو هيومرال، حاجة الجسم، يعني حاجة الجسم في إنه ينظم شيء معين، يصير يعطي إشارات إنه أنا في عندي مشكلة. وضارب مثال هنا عندنا اللي هو الباراثايرويد جلاند، بتفرز الباراثايرويد هرمون. وقتاش بتفرزه؟ لما بصير ديستيربنس أو خلل في الكالسيوم في الجسم، بصير الجسم يقول الحقوا، تتداعى باقي الأعضاء كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فبتلاقي الحق الكالسيوم، صار في خلل في الجسم، تتداعى الباراثايرويد وبتفرز اللي هو الباراثايرويد هرمون عشان يتحرك ويبدأ ينظم عملية الكالسيوم. إذا إيش؟ ناتج عن حاجة الجسم. في قد يكون ناتج عن حاجة عصبية في الجسم، النيورال، فبتم الرسائل عبر اللي هو النيرفس سيستم وعبر النيرف انه في شيء او في اضطراب معين، في حالة صدمة، في شك، في خوف. هذا الخوف او هذا الارباك او هذه الصدمة اللي صارت، في غيبوبة، في شيء، هتحتاج الى تداعي وتحرك. فبتروح الاشارات مباشرة، تطلع الهرمونات اللي هي زي الكورتيزول وغيره والابنفرين والنور ابنفرين، تتعامل مع الحالة الموجودة. العملية الأكبر والأوسع طبعاً عندنا اللي هي الهرمونال. الهرمونال طبعاً اللي هو تنظيم الإفراز بتم من خلال إنتاج هرمونات. هذه العملية عملية منظمة، تبدأ بخطوات، والخطوات تتم بالترتيب. زي مثلاً إذا كان عندنا عملية ميتابوليزم في خلية معينة وبدها التي 3 أو التي 4، بتروح الإشارة إلى الهايبوثالاموس.
في اعلى الجسم. الهايبوثالاموس بيفرز الثايروتروبين ريليزنج هرمون، بيروح الى البيتيوتري جلاند، البيتيوتري جلاند بتفرز التي اس اتش، التي اس اتش بيتجه الى اللي هو الثايرويد جلاند، والثايرويد جلاند بدورها بتقوم بعمليه افراز التي 3 والتي 4. هذه طبعا الطرق الثلاثه في السينثيسز. طبعا الجروب تبع اللي هو الهرمون يعني في الجسم بيتم اللي هو تصنيفها الى اللي هو او تقسيمها الكيميائي لثلاث مجموعات. في بعض الكتب او الدراسات بتقسمها الى اربع مجموعات، لكن احنا في غالب الكتب التصنيف بيتم او بتنقسم هذه الهرمونات الى ثلاث مجموعات. هذه المجموعات حسب تركيبها الكيميائي، وهي البيبتايد بروتين هرمون. البيبتايد بروتين هرمون هذه طبعا من مجموعة من الهرمونات، بتتكون من عدد من الأحماض الأمينية، وهذه الهرمونات تقريبا عمرها بيكون يعني تقريبا دقائق. راح نتكلم عنها وعن ميكانيزم اوف سينثيسيس إلها في المحاضرات الجاية. المجموعة الثانية الاستيرويد هرمون، والمجموعة الثالثة ديرفاتيف اوف امينو اسيد هرمون. إذن ثلاث مجموعات. الاستيرويد هرمون هي الهرمونات الاستيرويدية اللي مشتقة من الكوليسترول، ومثال عليها اللي هو البروجسترون والاستروجين والتستوستيرون. هذه الهرمونات قد يصل عمرها إلى أيام. المجموعة الثالثة ديرفاتيف أوف أمينو أسيد تيروسين، اللي هي الهرمونات المشتقة من الأحماض الأمينية زي الإبنفرين والنور إبنفرين. هذه هي طبعا الهرمونات بمجموعاتها الثلاث اللي راح ندرسها إن شاء الله، وكيف كل مجموعة بتم اللي هو إلها طريقتها في عملية الإنتاج. السينثيسز سريعا، مرور سريع طبعا، السينثيسز للبروتين هرمون بيتم من خلال اللي هو الدوغما، اللي هو المبدأ تبع الـ DNA transcription إلى RNA translation إلى بروتين، وبيعطينا البروتين اللي هو المطلوب. أما الاستيرويد هرمون فالمبدأ في العمل زي ما احنا شايفين اللي هو السينثيسز الاستيرويد هرمون بيتم في الميتوكوندريا، وبتحتاجش لوسائط أو جينات بيتم الإفراز مباشرة، بعكس اللي هو البيبتايد بروتين هرمون. عندنا اللي هو المجموعة الثالثة اللي هي الهرمونات اللي هي مشتقة من مجموعات الأمين، وتتشكل من خلال اللي هو الموديفيكيشن، اللي بصير بيحدث تعديل على السلاسل الجانبية إما في التيروسين أو التريبتوفان وتحت المؤثرات اللي هو بعض الإنزيمات، فبتتحول إلى إنتاج هذه الهرمونات. هذه هي المجموعات الثلاثة اللي راح نشوف في المحاضرات الجاية الميكانيزم للسينثيسز والأكشن تبعها. طبعا في عنا تكلمنا في البداية على الكوميونيكيشن للهرمون، راح أكمل معكم في الهرمون إفكت. هناك تكلمنا في الكوميونيكيشن من سل لسل، وباراكراين وأوتوكراين وإنتراكراين. المحاضرة الجاية راح أوضح بالصور إن شاء الله، لكن هذه المرة رايحين نتكلم عن اللي هو الهرمون إفكت. الهرمون إفكت التأثير بيكون إما التواصل بأربع آليات، إما إندوكراين أو باراكراين أو أوتوكراين أو إنتراكراين. هذا بيرجعنا إلى اللي هو التواصل الخلوي، لكن هنا عندنا التواصل الهرموني بيختلف بحاجة بسيطة راح نوضحه في المحاضرة القادمة، لكن أنا حأمر عليه. إندوكراين
تواصل كاندوكراين، هنا بنلاقي انه عندما الهرمون بيتم افرازه من الاندوكراين جلاند من الغده نفسها بيفرز وبينطلق زي ما قلنا. وين بينطلق وبروح؟ زي ما احنا شايفين في الشكل دي اللي عندنا موجود اندوكراين، بيروح الى البلد ستريم وبينتقل، بيصير مع البلد ستريم الى ان يصل الى التارجت اورجان او التارجت سيل اللي موجود عليها ريسبتور خاص فيه بيستقبله، وبيصل عبره الى مين؟ الى الخليه المستهدفه اللي هذا الهرمون بده يشتغل عليها. واضحه؟ هذه الاولى اندوكراين ككوميونيكيشن اوف اندوكراين سيل او الهرمون افكت بيتم بالاربع طرق. الاندوكراين الهرمون يفرز من الاندوكراين جلاند، الهرمون اللي يعني بدنا اياه، زي لما قلنا قبل شويه الثيرويد جلاند بتفرز التي 3، التي 3 او التي 4 هذا بيتحرك منها بيروح على الدم، بصير عبر الدم لما يصل للخليه اللي هي طالباه وبدها يصير فيها عمليات الميتابوليزم. طبعا بيتعرف عليها، رايحين ناخذه لاحقا في كيف اليه التعب بيتعرف بيصل الها عبر الدم، موجود مستقبلات وبتجذبوا الها وبيتم اللي هو الافكت او التاثير. النوع الثاني من الكوميونيكيشن في الاندوكراين سيستم اللي هو البارا اكراين. البارا اكراين اللي هو هرمون بينطلق من خليه واحده وله تاثير بيولوجي على خلايا مجاوره له، بدوش يمشي مسافات طويله. يعني هنا ما على طول الخلايا اللي بدها اياه من حد ما يطلع من الخليه، الخلايا اللي بدها عمليات الميتابوليزم بيلاقيها جنبه بيشتغل عليها مباشره. زي مثلا لو انا بدي اتكلم عن الثيرويد جلاند، طب ما هي عباره عن خلايا، طب ما هي بتحتاج خلايا الثيرويد نفسها الى التي 3 والتي 4، لقيت لما يطلع اذا بيحتاج يروح عبر الدم، بيطلع فيها مباشره وبيشتغل عليها. يعني بيشتغل على خليه وله تاثير على خليه مجاوره في نفس الجهاز او في نفس اللي هو الانسجه. نيجي على الاوتوكراين، اوتو الذاتي، لقيت هو بيفرز او بيخرج هذا الهرمون وبيشتغل على اللي هو نفس الخليه اللي هي بتفرزه، لكن بيطلع منها وبيمسك في المستقبل الموجود على سطح نفس الخلية. هذا إيش؟ الأوتو إكراين. في عنا إشي اسمه إنترا في داخل الخلية، يعني يفرز وبطلعش، بتلاقيه بيتم اللي هو التصنيع وبيشتغل في داخل الخلية مباشرة. أعيدها مرة ثانية والمرة القادمة إن شاء الله في الصورة راح نشوفها. الإندوكراين اللي هو الهرمون إفكت، في عنا إندوكراين وباراكراين وأوتوكراين وإنتراكراين. الاندوكراين يفرز الهرمون وبينطلق في الدم وحتى يصل الى الخليه اللي هو بده اياها وبيرتبط مع المستقبلات وبأثر عليها. الباراكراين، بارا يعني جار من الاسم، الهرمون بينطلق من خليه وله تاثير على مجموعه من الخلايا المجاوره له في نفس الجهاز او الانسجه. في عندنا الاوتوكراين، الاوتو الذاتي يعني بده ياثر على نفس الخليه، بس هنا في الاوتو بيطلع الهرمون بخرج من الخليه وبيعاود يرتبط على المستقبل الموجود على سطح الخليه. انتراكراين لا، على طول في داخلها بيفرز وبيشتغل في داخل الخليه نفسها وبيتم اللي هو التاثير. طبعا في المحاضره القادمه رايحين نكمل ان شاء الله. في عندنا شيء اسمه الاندوكراين ديزيز برضو رايحين نتكلم عنه، اللي هو رايحين ندرس الزياده الاوفر برودكشن للهرمونات او الديكريز النقص او الاندر برودكشن للهرمونات. برضو اذا كان خلايا الجسم فيها خلل او شيء، اذا كان في عندنا تيومر، هذه الاورام والشيء رايحين احنا برضو نعرج على بعض هذه الديزيز في دراستنا. هيك بنكون أنهينا المحاضرة الأولى في المقدمة، ونلتقيكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. تعرفنا على اللي هو الاندوكراين سيستم، وتعرفنا على الكوميونيكيشن للسل وعلى الفانكشن للاندوكراين سيستم، تحدثنا عن الكومبوننت للاندوكراين
سيستم اللي هي الجلاند والهرمون والتارجت اورجان، وكل واحد فيهم شفنا ايش هي. تعرفنا على الهرمون نفسه وتركيبته، على الفانكشن للهرمون وظائفها، ذكرنا امثله، 5 امثله على وظائف الهرمون. الافكت تبع الهرمون، تكلمنا عن انه كيف بياثر هرمون على مجموعه من الوظائف، كيف مجموعه من الهرمونات بتاثر على وظيفه واحده. تكلمنا عن الهرمون سينثسيز، ورايحين هذا الهرمون سينثسيز نتكلم عنه بطريقه موسعه. تكلمنا عن المجموعات او تقسيم اللي هو الهرمون وتصنيفه الى 4 الى 3 مجموعات، الى 3 جروب، اللي هي بيبتايد بروتين هرمون، اللي هي البروتينات الببتيدية، وهذه اكبر مجموعه بتشمل، والاستيرويد هرمون المشتقه من الكوليسترول. وتكلمنا عن الديرفاتيف اوف امينو اسيد. وبهيك بنكون يعني ان شاء الله انهينا هذه المقدمه، والى اللقاء في المحاضره القادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.